أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما قدر الله حق قدره. صدق الله العلي العظيم. عالم التكوين، وعالم التشريع، الارتباط بينهما وثيق جدا، بل الارتباط بينهما دائمي، بل عالم التكوين وعالم التشريع وجهان لعملة واحدة، زاويتان لشيء واحد. عالم التكوين هو تكوين عالم التشريع، عالم التشريع هو تشريع عالم التكوين. عالم التكوين يعني هذا الكون، عالم التشريع يعني الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هي تشريع هذا الكون، هذا الكون هو تكوين الأحكام الشرعية. وجهان لعملة واحدة، كل شيء في عالم التكوين صورته التشريعية في عالم التشريع. في عالم التشريع هناك من الله إلى الخلق توجد وسائط، يعني ماذا؟ يعني أنت إنسان متدين تريد أن تعمل حسب الأحكام الشرعية، حسب الضوابط الشرعية، ترفع يديك إلى الله عز وجل تقول: إلهي أنا أريد أن أكون منضبطا، أعمل بالأحكام الشرعية، علمني الأحكام الشرعية حتى أعمل بها. هذا طلب كل المؤمنين طبعا، أن يعرفوا دينهم، أن يعرفوا أحكامهم. إذا طلبنا هذا الطلب وكلنا نطلب، هل الله عز وجل يلقي في قلوبنا الأحكام الشرعية وبصورة مباشرة؟ حدث هذا الشيء أصلا لأحد من المؤمنين؟ أنه مرة واحدة الله عز وجل بصورة مباشرة يلقي في قلبه كل الأحكام الشرعية؟ ممكن؟ أبدا. الله عز وجل جعل وسائط. فوض الله عز وجل، ودققوا في كلمة فوض، هذه الكلمة واردة في المتواتر
من الروايات الشريفة. الله عز وجل فوض دينه، فوض الأحكام وغير الأحكام، فوض الدين كل عالم التشريع، فوض دينه لرسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ألقوا شيئا من هذا الدين بمقدار التحمل، بمقدار الطلب، بمقدار الظروف، ألقوا شيئا من هذا الدين إلى خيرة أصحابهم. الفقهاء العظام الجامعون للشرائط أخذوا هذا الدين من أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ألقوا هذا الدين الذي أخذوه بواسطة أو واسطتين أو عشرة أقل أكثر، ألقوه إلى جمع من تلاميذهم، إلى جمع من وكلائهم. أنت المؤمن عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعلمك دينه، أن يعلمك الأحكام الشرعية، الله عز وجل ماذا يصنع بك؟ يسهل الطريق بينك وبين وكيل مرجع مثلا، وكيل يرضاه الله سبحانه وتعالى يعلمك أحكامك، فعبر وسائط تأخذ الأحكام الشرعية من مصدرها وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذن في عالم التشريع الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى، ينزل مباشرة على قلبك؟ أبدا، ينزل عبر وسائط. هذا الذي ينزل، الذي يصعد كيف يصعد؟ يعني ماذا؟ يعني أنت كيف تعرف الأحكام الشرعية؟ نفس الطريق، هذا الطريق من الله عز وجل إلى الخلق، الطريق من الخلق إلى الله كيف يكون؟ طبعا عبر هذا الطريق أيضا، الخلق يسيرون هذا الطريق ليبلغوا إلى أحكام الله عز وجل، ليس هناك طريق من الخالق إلى المخلوق، طريق آخر من المخلوق إلى الخالق، نفس الطريق، لا، هو الطريق من الخالق إلى المخلوق، المخلوق من هذا الطريق يصعد حتى يصل إلى الأحكام. يعني المخلوق كيف يصعد، كيف يصل إلى هذه الأحكام الشرعية؟ عبر هذا الطريق. هذا في عالم التشريع. وقد أمر الله عز وجل المخلوق أن يسير طبقا لهذا الطريق. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول فاسألوا أهل الذكر. اسألوا أمر أهل الذكر. أهل الذكر من هم؟ قمة قمم أهل الذكر هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل الذكر أبناؤهم الطيبون، أهل الذكر أصحابهم الأخيار، أهل الذكر الفقهاء، أهل الذكر العلماء الذين أخذوا من الفقهاء، كل هؤلاء أهل الذكر بمراتب طبعا. الله عز وجل أمر أن تسير عبر هذا الطريق. لا، شخص لا يريد أن يسير عبر هذا الطريق، يريد شيء مباشر، لا يمكن، ليصبر إلى يوم القيامة لا يكون شيء مباشر. هذه حكمة الله عز وجل، من الخالق إلى المخلوق، من المخلوق إلى الخالق. لا، البعض يقول أصلا أنا لا أؤمن بهذا الطريق. الويل الويل، من لا يقبل هذا الطريق، من يريد شيئا مباشرا ويقول لا، هناك شيء مباشر في عالم التشريع، هناك شيء مباشر. تعلمون الله عز وجل ما الذي يسمي هؤلاء؟ هؤلاء ماذا صنعوا بهذه العقيدة؟ الذي يعتقد أنه يصل إلى أحكام الله عز وجل بصورة مباشرة،
لا يعترف بالوسائط بين الله عز وجل وبين الخلق، بين الخلق وبين الله. الذي لا يعترف بوجود وسائط الله يسميه، يقول هذا الشخص أهان الله عز وجل، هذا الشخص ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه، العياذ بالله تعالى. تعلمون ماذا يقول القرآن؟ يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذي يقول لا توجد وسائط بين الخالق والمخلوق، لا توجد وسائط بين المخلوق والخالق، هذا الشخص أهان الله، هذا الشخص ما عظم الله، هذا الشخص ما قدر الله حق قدره، ما أعطى الله ما يستحق الله، والعياذ بالله تعالى أنزل الله في عقيدته إلى دون المستوى. ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لا يوجد واسطة، لا توجد واسطة بيني وبين الخالق، هذا الشخص ما قدر الله حق قدره. سؤال: الذي ينكر نبوة الأنبياء، الذي ينكر رسالة الرسل ويقبل الله سبحانه وتعالى كإله، هذا أهان الله؟ هذا ما قدر الله حق قدره؟ أو أهان الأنبياء؟ ما هو ارتباط هذا العمل بالإهانة لله؟ شخص يقول أنا أقبل الله، لا أقبل الرسل، لا أقبل وسائط بيني وبين الله، هذا أهان الله أم أهان الرسل الله؟ الله عز وجل يقول هذا الشخص ما قدر الله حق قدره، هذا أهان الله. ما الارتباط؟ هو يقول أنا أقبل الله. الجواب على ذلك واضح: الذي يقول لا توجد وسائط بين الخالق وبيني، يعني يقول أنا بمستوى رفيع أتمكن أن أتلقى من الله عز وجل مباشرة، يعني ذلك أن الله عز وجل بمستوى، والعياذ بالله، بمستوى داني حتى أنا أتمكن أن أتلقى، هذه إهانة لله. إنكار الواسطة بين المخلوق والخالق إهانة لله قبل أن تكون إهانة لرسل الله. الذي يقول لا أحتاج إلى واسطة، يعني أنا بمستوى رفيع، أنت لست بمستوى رفيع، فإذن أنزلت الخالق. ولذا القرآن يقول وما قدر الله حق قدره. الذي يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، الذي يقول لا توجد واسطة بين الله وبين الخلق، هذا الشخص ما قدر الله حق قدره، معرفته بالله معرفة خاطئة، ليست معرفة بالرسل فقط. أنت تحتاج إلى واسطة، نعم تحتاج إلى واسطة، أنت لست بذلك المستوى. إذا رفضت الواسطة إذن أنزلت الله عن مقامه. لاحظ الدقة في هذه الآية، القضية ترتبط بمعرفة الإنسان بربه عز وجل، بالله عز وجل. وجود الواسطة بين الخالق والمخلوق، هذا الشيء ضمن معرفة الإنسان بالله قبل أن تكون معرفة برسله. هي معرفة برسله، معرفة بالوسائط، لا، قبل ذلك هي معرفة بالله. هذا في عالم التشريع. في عالم التكوين نأتي. عالم التكوين الوجه الآخر لعالم التشريع. عالم التكوين تكوين هذا التشريع. في عالم التكوين أيضا كذلك. عالم التكوين يعني ماذا؟ يعني هذا الكون، هذه النعم، هذا الشيء الموجود في هذا الكون، من الخالق إلى المخلوق توجد نعمة منا مباشرة من الخالق إلى المخلوق. المطر نعمة أم لا؟ نعمة. الله عز وجل يرسل المطر كنعمة على الناس بصورة مباشرة؟ أبدا. الأولاد نعمة أم لا؟ إن شاء الله نعمة، الأولاد الصالحون نعمة. الله عز وجل يعطي شخصا الأولاد بصورة مباشرة؟
مرة واحدة هذا جالس، مرة واحدة يحصل له ولد من الله عز وجل بصورة مباشرة، يمكن؟ لا. لا أقول لا بالنسبة للناس العاديين، لا بالنسبة لعيسى ابن مريم سلام الله عليه. عيسى ابن مريم جبرائيل جاء ونفخ. بالنسبة لعيسى ابن مريم جبرائيل ينزل يعني واسطة على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. شخص يطلب من الله سبحانه وتعالى: إلهي ارزقني مالا، مرة واحدة الله عز وجل يريد بإرادة مباشرة من الله سبحانه وتعالى يحصل له صندوق أمامه مليء بالمال، يحصل هذا الشيء؟ أبدا. وسائط ووسائط. إذا أراد الله عز وجل أن يستجيب دعاء شخص يوجد الوسائط، يسهل طريق الشخص إلى تلك الوسائط، يوصل النعمة إليه أي نعمة كانت. فإذن بين الخالق والمخلوق في عالم التكوين توجد وسائط أم لا؟ نعم توجد وسائط، هذا شيء بديهي. كل النعم، كل ما في هذا الكون توجد هناك وسائط، هذا بين الخالق والمخلوق. إذا كان في عالم التكوين توجد وسائط بين الخالق والمخلوق، كيف تريد أن تتخطى تلك الوسائط وتطلب الوصول إلى هذه النعم بصورة مباشرة من الله عز وجل؟ كيف؟ هذا خلاف حكمة الله. خلاف حكمة الله يعني لا يمكن أن يحدث. خلاف حكمة الله، خلاف حكمة الله ليس معنى ذلك أنه شيء غلط ولكن يحصل، لا يحصل، غير موجود. تبحث عن شيء معدوم، تبحث عن شيء غير موجود، تبحث عن أنك تطلب أنك تصل إلى شيء مباشر من الله عز وجل، لا يمكن. في عالم التكوين كعالم التشريع توجد وسائط من الخالق إلى المخلوق، إذن يلزم أن تكون هناك هذه الوسائط من المخلوق إلى الخالق أيضا. عالم التشريع أساس الوسائط الرواية الشريفة الكثيرة: محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا في عالم التشريع، فوض الأمر إليهم، فوض الدين إليهم، تفويض بالمعنى الصحيح للتفويض. طبعا التفويض له أربع معاني، معنيان صحيحان معنيان باطلان. بالمعنى الصحيح للتفويض فوض الدين إليهم، هذا في عالم التشريع. بداية الأمر من الله عز وجل، البداية هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهناك وسائط أخرى إلى أن يصل الحكم إلى الشخص المكلف، هذا في عالم التشريع. في عالم التكوين نفس الشيء، بداية الأمر من الله عز وجل في عالم التكوين، يعني في كل ما لك من وجود في هذا الكون وفي كل ما لكل المخلوقات من وجود في هذا الكون، البداية التي تكون من الله إلى المخلوق هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. النصوص الشريفة كثيرة، ذكرنا نصوصا كثيرة سابقا في مجالس سابقة قبل لعله ما يقارب من سنتين. هذا الموضوع من الخالق إلى المخلوق في عالمي التشريع والتكوين توجد وسائط، إذن يلزم أن تكون مشية المخلوق إلى الخالق في عالمي التشريع والتكوين عبر هذه الوسائط. شخص لا يقبل ما قدر الله حق قدره في عالم التشريع، في عالم التكوين نفس الشيء. أنا لا أتحدث عن ناس بعيدين، أتحدث عن مؤمنين شيعة. هذا المفهوم الخاطئ موجود عند بعض المؤمنين: أنا أطلب من الله عز وجل، لماذا أطلب من غيره؟ إذن أطلب أحكامك أيضا من الله عز وجل لا من غيره، إذن أبطل حكمة الله عز وجل في هذا الكون. الله عز وجل يعطيك المطر، لماذا يعطي بواسطة ووسائط ليس واسطة؟
تطلب شيئا معدوما غير موجود، اطلب غلط. فقط غلط؟ لا، المشكلة ما قدر الله حق قدره. هذا بهذه الطريقة ينزل الله عز وجل عن مقامه. عقيدته فاسدة، الذي يقول أنا أريد شيء مباشر أطلب من الله عز وجل، لا أطلب من غير الله، خلاص. الأحكام الشرعية أيضا أطلبها من الله عز وجل، لا تذهب إلى أحد، لا تطلب من أحد أن يعلمك الأحكام الشرعية، فاسألوا أهل الذكر لا تعمل به، لا تسأل أهل الذكر، الله عز وجل هو يعطيني، أنا أسأل من الله عز وجل أن يبين لي الأحكام الشرعية، لا أذهب إلى أحد، انتظر، انتظر إلى يوم القيامة، لا تتعلم حكما شرعيا واحدا. جعل الله عز وجل وسائط، أنا أريد أن أتخطى هذه الوسائط، أريد أن أتخطى شخصا أو شيئا ما جعله الله عز وجل. صحيح أصلا غلط أنه أجعل بيني وبين الله شخص أو شيء ما جعله الله بيني وبين الله، صح، ولكن الوسائط التي جعلها الله سبحانه وتعالى يلزم أن أمشي عبرها. أمشي عبرها يعني ماذا؟ يعني الأحكام الشرعية ألا تطلبها من عالم؟ تطلبها، تذهب إلى عالم تقول علمني الأحكام الشرعية، العالم يطلبها من فقيه جامع للشرائط، الفقيه يطلبها من الروايات الشريفة التي نقلها أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الأخيار مثلا. التكوين هكذا، اطلب، هذا دليل يضاف إلى الأدلة، اطلب حاجتك أي شيء كان من الوسائط. اطلب من رسول الله، اطلب من أهل البيت، اطلب من أصحاب أهل البيت الأخيار، اطلب من أبناء أهل البيت الطيبين، اطلب حاجتك، أعطني، أكرمني، اطلب اطلب، ارزقني، أي طلب عندك. الوسائط التي تكون بين الله وبينك يلزم أن تمشي عبر هذه الوسائط. نعم، هذا الشيء ذكرناه وذكرنا أدلته، القضية واضحة، فقط إشارة. الله عز وجل من كرمه، من لطفه، من تفضله، من منه العظيم على الخلق، سمح لهم بالإضافة إلى المشي عبر الطريق الصحيح الذي جعله الله أن يطلبوا، أن يذكروا اسم الله عز وجل، أن يقولوا يا إلهي، أن يقولوا اللهم. الله سمح، هذا تفضل عظيم. هذا ليس معناه لا تمشي في الطريق الذي جعلته لك، امشي في الطريق، ولكن قل إلهي علمني الأحكام الشرعية، قل إلهي ارزقني، قل إلهي أعطني، امشي في الطريق، اطلب النعم من الوسائط واطلبها من الله عز وجل، اطلب الأحكام الشرعية من الوسائط واطلبها من الله سبحانه وتعالى. الدعاء شيء حسن، شيء حسن، نفعه لك فائدة عظيمة، لا أعلم ذكرنا الفوائد أم لا ذكرنا، موضوع ثاني هذا. فقل يا الله وقل يا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله. وقل يا سلمان، حتى سلمان خادم رسول الله، اطلب حاجتك من سلمان، واطلب حاجتك من مؤمن المقدس قديس، اطلب حاجتك، اطلبها منه، هو اللي يطلبها من سلمان، وسلمان يطلبها من رسول الله، ورسول الله يطلبها من الله عز وجل. رسول الله كل القدرات موجودة عنده، الله عز وجل جعل القدرات عنده، اطلب، اطلب حاجتك من هذه الوسائط، الواسطة تطلب من الواسطة التي قبلها. هنا شيء عجيب ولطيف وخطير في نفس الوقت. هناك طائفتان من الناس، طائفة مشركة بالله عز وجل، هذا حقا شيء عجيب، دققوا فيه، من روائع القرآن الكريم، هذا من دقائق الآيات القرآنية. طائفة من الناس مشركون، يدعون من دون الله، يشركون، يجعلون مع الله
يدعون من دون الله، لا يدعون إلى الله، لا يدعون الطريق الذي جعله الله، يدعون من دون الله، لا هذا مستقلا، هذا من دون الله مشرك، هذا طريق انحرافي. طريق آخر، بعض الناس يقول لا أنا أقول فقط الله ولا أقبل أي واسطة بيني وبين الله، هذا طريق انحرافي، هذا طريق انحرافي. اللطيف ما هو؟ اللطيف أن القرآن الكريم عبر عن هاتين الطائفتين بتعبير واحد بالضبط من دون زيادة حرف ولا نقصان حرف، نفس التعبير الذي القرآن الكريم يعبر عن المشركين بالله عز وجل، بنفس التعبير القرآن الكريم يعبر عن الأشخاص الذين يرفضون وجود واسطة بينهم وبين الله عز وجل، الواسطة التي جعلها الله طبعا. العبارة ما هي؟ ما قدر الله حق قدره. راجعوا على القرآن الكريم، في آية قرآنية الله يتحدث عن من يدعو من دون الله يعني مشركون، يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله شرك، الذي يدعو من دون الله لا يدعو الطريق الذي جعله الله، لا من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. المشرك ما قدر الله حق قدره، هذا عن المشركين. آية ثانية، وما قدروا الله، عن من؟ عن الأشخاص الذين يرفضون وجود واسطة بينهم وبين الله، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هو يقبل الله ولذا يقول الله، يقول ما أنزل الله، هذا الشخص لا يرفض الله، يرفض وجود واسطة، يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، أنا لا أقبل وجود واسطة بيني وبين الله، هو يقبل الله، يرفض وجود الواسطة. الله عز وجل نفس العبارة يستخدمها له، ما قدر الله حق قدره. والقضية واضحة، المشرك بالله عز وجل ينزل الله عن مقامه صح، لأنه يجعل مع الله شركاء، يدعو من دون الله، ينزل الله، ما قدر الله حق قدره، هذا الشخص أيضا ينزل الله من مقامه، الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل بصورة مباشرة، من أنت؟ سؤال، أنت تريد أن تصل إلى الله بصورة مباشرة، أن الله عز وجل يربطك أو يرتبط بك بصورة مباشرة، تتمكن أصلا أنت؟ جبرائيل لا يتمكن، جبرائيل سلام الله عليه، جبرائيل بينه وبين الله عز وجل توجد واسطة، أنت تريد بدون واسطة تصل إلى الله؟ تعلمون جبرائيل بينه وبين الله واسطة، لا يتلقى الأوامر أبدا من الله عز وجل بصورة مباشرة، لا يتمكن أن يتلقى، ما عنده صلاحية، ما عنده قابلية، أنا أقول ينفجر ينعدم إذا أراد أن يأخذ شيئا بدون واسطة. جبرائيل المخلوق من النور ما عنده قابلية، أنا عندي قابلية؟ ما قدر الله حق قدر هذا الشخص. لماذا هذا البحث؟ لماذا هذا الموضوع؟ ما هي فائدة هذه القضية؟ ثلاث فوائد. الفائدة الأولى المعرفة، أم الفوائد في هذه الحياة المعرفة، أي شيء تريد المعرفة هي أم الفوائد، تريد مال المعرفة، المعرفة أم الفوائد في هذه الدنيا، تعرف، تريد دنيا يلزم أن تعرف الطريق إلى الدنيا، تريد جاها يلزم أن تعرف الطريق إلى الجاه، المعرفة هي الأم في المنافع في هذه الدنيا.
لا نتحدث عن معرفة الدنيا ومعرفة ما في الدنيا، نتحدث عن معرفة الله، لنعرف الله عز وجل. عندما ندعو الله عز وجل لنعرف مقامنا ولنعرف مقام الله عز وجل، لنعرف أننا لا نتمكن أن نصل. معرفة، معرفة الله، معرفة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في المنطق يقولون هناك قضايا قياساتها معها، قضايا قياساتها معها، تعلمون يعني ماذا؟ يعني الشيء بمجرد أن تذكر دليله هو الدليل واضح جدا، هذه من البديهيات تعتبر، بعض البديهيات أوليات بمجرد تصورها هي بديهية، بعض القضايا بمجرد تصورها ليست بديهية، بمجرد أن يذكر الدليل، الدليل واضح جدا، هذه تسمى قضايا قياساتها معها. أنا أذكر لكم الآن قضية قياسها معها. أسأل سؤالا، أنا التراب ابن التراب، أنا تراب أم لا؟ البشر من هم؟ طينة البشر ما هي؟ أليست من التراب؟ أبوه تراب، أمه من تراب، أنا التراب ابن التراب، أريد أن أرتبط ارتباطا مباشرا بالنور ابن النور، ممكن؟ هذه قضية قياساتها معها، هذا شيء ممكن؟ غير ممكن، طبعا غير ممكن. تحتاج أن أتي لك بأدلة؟ لا، القضية واضحة. التراب ابن التراب يريد أن يرتبط بالنور ابن النور، ممكن؟ ارتباط مباشر؟ غير ممكن، واضح غير ممكن. يا أخي التراب ابن التراب لا يتمكن أن يرتبط بالتراب ابن التراب الأعلى منه، شخص عادي لا يعرف يريد أن يرتبط ارتباطا بأعلم علماء زمانه، ممكن؟ لا يتمكن، مع أن هذا التراب ابن التراب، ذاك أيضا تراب ابن التراب. نريد أن نرتبط بالنور ابن النور مباشرة، ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن، القضية غير ممكنة. نجعل أهل البيت بيننا وبين الله عز وجل؟ لا، أصلا لا نتمكن أن نصل إلى أهل البيت. أنا تراب ابن التراب، هو نور ابن النور. من هنا نعرف نعمة عظمى من نعم الله عز وجل العظمى، منه. ما هي هذه المنة؟ الله عز وجل جعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بلبوس بشري، بملبس بشري، لتحصل مناسبة ما بيننا وبينهم، على الأقل في الشكل تحصل مناسبة لنتمكن أن نرتبط. في زيارة الجامعة نقرأ هذا المعنى، الجامعة الكبيرة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. أتمكن أن أرتبط بنور؟ لا، أنا بنور كبير لا أتمكن أن أرتبط، النور الدنيوي، أنا النور العادي أتمكن أن أراه، نور قوي، شمس، هذه الشمس، هذه الشمس مخلوقة عادية لا أتمكن، هذا النور القوي الدنيوي أنا لا أتمكن أن أرتبط، أن أباشره. كيف أتمكن أن أرتبط بنور خلقه الله من نوره عز وجل؟ أرتبط بالنور الذي وميض منه خلقت منها السماوات والأرضون. وميض من هذا النور خلقت منه الجنة والحور العين، وميض من هذا النور. أنا أتمكن أن أرتبط بهذا النور؟ خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى منه، هذه ليست نعمة، هذه منه، المنة هي النعمة العظمى، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
نعرف قيمة مواليد أهل البيت كم هي عظيمة. عندما إمام يولد يأتي إلى هذه الدنيا، كم هذه المنة كبيرة على الناس. هذا النور جعله الله عز وجل بهذا الملبس ليمكن نوع ارتباط. أولا المعرفة، ما هي فائدة هذه البحوث؟ أولا المعرفة، معرفة الله، معرفة أهل البيت. ثانيا فائدة هذه البحوث الفرحة. بعض الناس يفرح بأمور سيئة، نحن نفرح بحبنا لمحمد وآل محمد. محمد محمد الفرج. نفرح عندما نزداد معرفة بهم، نفرح عندما نزداد ارتباطا بهم. هذا الفرح الذي أمر الله عز وجل في القرآن به، بذلك فليفرحوا. الإنسان الذي يفرح ينطلق انطلاقة أحسن. الفرح الصحيح هذا ثانيا. ثالثا لكي لا أتكبر على مؤمن، أنا وسائر المؤمنين المؤمنون أصحاب العقائد الصحيحة بمستوى واحد. الفواصل الكبيرة بين المؤمنين كبيرة بينهم، بالنسبة إلى عظمة أهل البيت هذه الفواصل لا شيء، تنعدم، لا توجد فواصل أصلا. هذه الأبيات لعلني قرأتها لكم سابقا، أحد الشعراء شاعر مقتدر يقول شيئا أنا لا أقبل هذا الشيء في المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول غاية المادح في علاك ابتداؤه. أعلى شيء عندما أمدحك يا أمير المؤمنين أكثر شيء هذا بداية. هذا الكلام غير صحيح. الكلام الصحيح هو كلام سيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه في الكوثرية في قصيدته العصماء. الذي يقرأ القصيدة الكوثرية بدقة يعرف أن سيد رضا الهندي ما كان شاعرا أديبا فقط، إنما كان عالما أيضا. هذه القصيدة ضمنها مضامين روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وضمنها بعض الأمور الدقيقة التي لا يعرفها إلا العلماء، ضمنها في هذه القصيدة الرائعة الكوثرية. أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضا بك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر. تسمى بالكوثرية لأجل هذا البيت الثاني لعله. آخر القصيدة يقول، وكلامه صحيح، هذا العالم هذا الذي فهم أحسن من ذاك الشاعر المؤمن، يقول آيات جلالك لا، يخاطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول آيات جلالك لا تحصى وصفات جمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبه قصر. للذي يمدحك الذي يطيل في مدائحه طول عمره يمدحك يا أمير المؤمنين. هذا الشخص في بداية كما يقول ذاك الشاعر غاية المدح في علاك ابتداء، لا، هذا عن أدنى واجبه قصر. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. يا أمير المؤمنين أنا هذا حدي، أنا حدي ضعيف، أنا لا أتمكن. أو كما يقول ذلك الفقيه الشاعر في المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول في مدحه أعلى الثناء هجاء حتى استوى البلهاء والبلغاء. البلهاء المقصود منهم هنا ليس البلهاء عقليا، البلهاء في الكلام الذي لا يتمكن أن يعبر، هذا يسمى أبله، أبله في الكلام ليس أبله في العقل.
يقول يا أمير المؤمنين أعلى شيء، أعلى مدح نمدحك به، في مدحه أعلى الثناء أو أقصى الثناء، هذا ليس مدحا فقط، ليس بداية، أصلا هذا هجاء بالنسبة إلى عظمتك، أصلا هذا لا شيء، لا دون اللا شيء هجاء هذا. ولذلك ماذا حصل؟ حصل أن البلغاء والبلهاء صاروا في درجة واحدة. الذي يتمكن أن يعبر عن معرفته بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو حاله، هذا من البلغاء مثل البلهاء نفس الشيء، كلامه صحيح، هذا فقيه. درجات المؤمنين مختلفة فيما بينهم، المؤمنون الصالحون طبعا، المؤمنون أصحاب العقائد الصحيحة، هؤلاء درجاتهم بينهم مختلفة بالنسبة إلى عظمة أهل البيت، لا يوجد اختلاف، نفس الشيء، كلهم تحت الصفر خلاص. لكي لا نتكبر على الناس، على المؤمنين، أنا عندي معرفة بأهل البيت، ذاك كلامهم، أنت أيضا كلامك بالنسبة إلى عظمة أهل البيت نفس الشيء. حاول أن ترتقي، ولكن اعرف أنك معه سواء، في مدحه أعلى الثناء هجاء، حتى استوى البلهاء والبلغاء وتساووا نحن، هذا فقيه يعرف. الحمد لله الذي من علينا أن جعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أبارك لكم الميلاد المبارك الميمون العظيم لسيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف وطلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة، ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته، فأنت مولاي أعظم أمله وثقته. اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة، ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم زدنا بهم معرفة، زدنا بهم حاجة، زدنا بهم توسلا. اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.